بيكم في حلقه جديده من عمايل ايديا الف ب طبيخ. هنعمل مع بعض النهارده وصفتين حلوين جدا. اول وصفه معانا هتكون مكرونه بالخضروات، وتاني وصفه مشروب دافي حلو قوي. نطلع فاصل ونرجع على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف مع بعض ايه هي اول وصفة معانا، وهي هنعمل مكرونة بزيت الزيتون مع الخضروات. تعالوا نشوف ايه هي المقادير. عندي سباجيتي مسلوق، زيت زيتون، مشروم، فلفل، بصل، بتنجان رومي، كوسة شرايح، جرجير، شطة، ملح وفلفل وتوم. تعالوا نشوف اول حاجة هعملها معاكم. هجيب كده المقادير، نقربها مع بعض هنا علشان ايه اظبط اقدر استخدمها معاكم. طبعا لذيذه جدا، الطعم فيها بيكون حلو قوي، واهم حاجه ان احنا نعملها هتكون خفيفه فهتعجبكم قوي. وممكن بقى الوصفه دي نعملها يا اما بالمكرونه البيضه او بالمكرونه البني، اوكي، اللي هي الهول ويت، برضو بتطلع حلوه جدا، هتعجبكم قوي. تعالوا نشوف مع بعض. بصوا انا هنا البتنجان عاملاه بطريقه لذيذه جدا. اهم حاجه عندي، بصوا انا دلوقتي هعمل ايه فيه، هرش عليه ملح علشان ايه لما اجي اعمله اشوحه بالزيت، اهو بصوا لما اجي اشوحه ما يشربش الزيت ويستوي في نفس الوقت. متقطع مكعبات، وايه اهو تعالوا نجيب بقى زيت الزيتون ونحط مع بعض. يلا نجيب زيت زيتون، 3 معالق من زيت الزيتون. هجيب الثوم، ثوم مطحون او مفروم اهو كده، وهجيب عندي هنا زي ما احنا شايفين بقى كده، هجيب البتنجان احط، هجيب الكوسة كده، وهجيب المشروم اهو كده، ده بيكون من الأطباق الجميلة جدا جدا، كامل متكامل، مش محتاج ان انا اديله اي اضافة كده. بشوحهم مع بعض، بصوا حلوة ازاي. طبعا عشان الكميه كبيره فانا ايه هزود شويه من الزيت، وازود كمان الخضره بتاعتي اهو، هحط بقى البصل، فلفل الالوان زي ما احنا شايفين، وهبدا في التشويح. وبعدين وانا بشوحه هظبط بقى الطعم بتاعه اهو كده. يا سلام يا سلام. ودايما جدتي تقولي علشان الكوليسترول بتاكل البتنجان ني، بتقرقش البتنجان ني، تقولي بيظبط الجسم جدا جدا. وهي نونا بصراحه انتوا كلكم اكيد عارفينها، هي اللي دايما ايه بتدينا النصايح اللي من الاخر، عشان كلها عن تجربه مش مجرد حاجه هي مطلعاها، ولا لا هي كلها عن تجربه. وبعدين زمان انا وهي لما كنا نبقى بايتين مع بعض، يعني انا ونونا، انتوا عارفين نونا طبعا، نونا جدتي طلعت معايا في معظم الحلقات اللي فاتت زمان، في الموسم اللي فات واللي قبله، وكل الناس كانت بتطلب ان هي تطلع معايا دايما او اثبت لها يوم، من كتر ما كانت بتدينا دايما احلى النصايح، وطبعا تحكي احلى الحكايات بقى والايه المغامرات بتاعتها. فهي كانت دايما بالليل الاقيها لما بتصحى في نص الليل تصلي الفجر، الاقي صوت البراد شغال، مشغله الكاتل، فاقوم كده اقول لها يا نونا انت بتعملي ايه؟ بتقولي بغلي كمون. بتغلي كمون علشان المعده، لما معدتها بتتعب بتغلي الكمون. فانا فعلا اتعودت اعمل كده وبعمل كده لاولادي، فسبحان الله
الحاجات دي كلها بتكون تعود، يعني التعود بتاعنا هو ده اللي احنا بنتربى عليه، هو ده اللي ايه اللي بنربي عليه اولادنا. فدايما ربوا اولادكم على الصح، على الحاجات الجميله. وبعدين لما ولدت هنا جت قعدت معايا برضو شويه، فلقيت ليلى مره كده صاحيه ولابسه شيك قوي وقاعده، فبقول لها ليلى انت لابسه شيك كده ورايحه فين؟ مامي نونا قالت لي البنت الشطوره ما ينفعش تلبس بيجامه وتقعد بيها في البيت. فبقول لها يا ليلى رجعتيني زمان، انا نونا كل ما اخش عليها البيت اقول لها نونا انت نازله، انا جيت لك في وقت غلط. تقولي لا يا حبيبتي انا دايما قاعده كده، اصحى من النوم اغسل وشي اسرح شعري واغير هدومي عشان انا ست البيت. فهي فعلا بتتكلم صح جدا، وعايزه اقول لكم فرق قوي قوي مع ليلى. ومن السن الصغير ده هو ده اللي الولاد فيه بيشربوا كل التربيه والمعلومات وبيخزنوا كل الكلام ده. ففعلا يعني ليلى لقيتها هي تصحى تلبس ما تقعدش بالبيجامه وتقول لي نونا بتقول كده ما ينفعش اطلع من باب اوضتي بالبيجامه. نرجع بقى للايه، للخضروات الجميله دي. تعالوا بقى ايه نضيف المكرونه كده، انا عندي الخضار جاهز، هضيف عليه المكرونه السباجيتي بتاعتي اهو كده زي ما احنا شايفين اهو، وهقلب ياخد الميكس كله مع بعضه. بصوا بقى الجمال، مكرونه خفيفه سهله سريعه لايت، بس طعمها هيعجبكم جدا جدا جدا. تعالوا نطلع الفاصل بتاعنا نعمل لكم التقديمه ونجيب الوصفه الثانيه ونرجع على طول. تعالوا نطلع فاصل اكون قدمت الوصفه الجميله دي ونجيب الوصفه الثانيه معانا. نطلع فاصل ونرجع لكم على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف مع بعض شكل المكرونه بعد ما اتقدمت وحاطين الجرجير في النص، شكله يفرح جميل. اهم حاجه العين بتاكل قبل المعده، فعايزين نديها احلى حاجه. تعالوا نشوف مع بعض الوصفه الثانيه، جميله جدا وهنحبها قوي، نشربها كده على روقان، مشروب التفاح بالقرفه الساخن. تعالوا ما نشوف ايه هي مقادير. عندي 5 كوبايات من التفاح، عصير التفاح، عود قرفه، قرفه بودره، جوزه الطيب مطحون، قرنفل كامل، برتقان مكعبات، بشر البرتقان، وينسون اللي هو نجم اليانسون. بصوا نجمه اليانسون الجميله، وعسل ابيض. بصوا اهو جميل جدا. تعالوا بقى نجيب المقادير بتاعتنا هنا ونبدا مع بعض. وصفه لذيذه جدا، سهله سريعه وهنحبها. بصوا بقى كده هحط العصير بتاعي زي ما احنا شايفين، هحط عودين من القرفة، هحط نص معلقة من بشر البرتقان، وهحط برضو كم مكعب من البرتقان، وهسيبهم يغلوا مع اليانسون ورنفل اهو كده، واليانسون، وهجيب بقى ايه جوزة الطيب والقرفة بتاعتي كده كده، وجوزة الطيب رشة بسيطة جدا. مشروب لذيذ بيهدي كده الأعصاب، حلو قوي قوي في الشتاء اهو كده. واللي يحب يزود له العسل هيزود له العسل، بس انا مش هحط فيه عسل عشان انا مش بحب الحاجات المسكره قوي اهو كده. فانتوا ايه اللي يحب يزود فيه العسل هيزود فيه العسل، وهنسيبه بقى يتقلب ويغلي مع بعض غليان اهو كده. ولما تجيبوا العصير هاتوا عصير يكون خالي من السكر علشان طعمه يطلع حلو مع الايه الخليط الجميل ده اهو كده. هقلبه هسيبه يغلي شوف بس الطعم. لو انتوا حابين تزودوا
انا بالنسبه لي هو حلو جدا وما اقدرش احط عسل، بس انا جايبه العسل عشان في ناس بتحب تزود العسل فيه فتحطه براحتها خالص. تعالوا نشوف النهارده احنا هنتكلم مع بعض عن ايه. هنتكلم مع بعض النهارده ونكمل بقيه ايه مواضيعنا عن التنظيف. التنظيف من الحاجات الاساسيه اللي بتبقى واخده معظم وقتنا في اليوم. تعالوا نشوف هنعمل ايه في التنظيف. عندي عشان اشيل بقع الرمان، بقع التوت، الكركديه من الكاونتر بتاع المطبخ، هعمل ايه؟ هجيب محلول الليمون والخل ونشطف كويس قوي بماء الاكسجين. وعشان اتخلص من بقع الزيت على الكاونتر هجيب دقيق القمح لمده ساعه اكرشه عليها، وبعد كده بالميه السخنه هقوم شطفاه وبعدين انشفه. وعشان اتخلص من بقع القهوه هعمل ايه؟ في اي مكان في المطبخ ممكن اشيلها من نشادر او الصودا، يا نشادر يا اما هشيلها بال البيكنج باودر او بيكنج صودا وهغسلها بعد كده وانشفها كويس. وبعدين طبعا السمغ مش هنحتار، احنا هنفركه بماء وكحول ابيض، ده لو سمغ. وبعدين عندي عشان اتخلص من النمل، عشان اتخلص من النمل في المطبخ هعمل ايه؟ من الحاجات المهمه جدا انا اعرفها ان انا احاول اتجنب المبيدات الحشريه بالذات في المطبخ عشان الاكل، فيا اما هنحط الجبس او الرماد في المكان اللي بيتجمع فيه النمل. وبعدين نحط شويه من الصودا المخلوطه بالسكر، النمل هيموت فورا. وبعدين عندي عشان لو لقيت نمل جوه الدوره بتاعه المطبخ بتاعي هعمل ايه، او الحشرات التانيه اللي بتتحط يعني، هحط شويه من القهوه المره او الفلفل غير المطحون، دي مهمه جدا. وبعدين عندنا لو لقيت الايد بتاعتنا من الزفاره زي ما اتفقنا هنعمل ايه، احنا قلناها قبل كده وبنقولها تاني، يا اما هحط معاها شويه من القهوه وافركها وبعدين اغسلها، يا اما باي معلقه من الميتل ستينلس هقوم عامله بيها كده وبعد كده هحطها اسيبها على جنب واغسل ايدي كويس جدا. كده احنا اتكلمنا مع بعض عن الايه، التنظيف وازاي البقع تتشال في المطبخ. وبرده في كذا راي بيتقال عن المروحه اللي يحب ينظفها، طبعا بدل ما نفضل قاعدين متشعلقين فوق احنا ممكن ننزلها تحت ونبدا ان انا انظفها بالميه والخل، برده بتفرق جدا جدا في التنظيف وبتبقى حلوه. وعندنا البيبي او الغلايه بتاعه البيبي، كل فتره لازم اعمل ايه؟ كل فتره لازم اجيب خل واحطه في الغلايه بتاعه البيبي واغليه، اعمل غلوه كده بيها وبعد كده اقوم شطفاها بالميه واعملها بالميه كمان مره واسيبها وابدا استخدم عادي الغلايه تاني علشان تبقى نظيفه. مهم جدا ان انا اعمل كده. اهو عندي هنا كده بصوا بدا ايه يجهز خلاص. اللي هنعمله دلوقتي بقى ان احنا ايه هنصفيه، وزي ما اتفقنا اللي يحب يضيف العسل هيضيف العسل. تعالوا بقى نصفيه علشان ابدا في ايه ان انا احطه واقدمه. يلا بينا. بسم الله. ايه هنزل كده حته حته. هنزل كده. كده عندي الايه المشروب جاهز على التقديم. تعالوا نشوف. يلا بسم الله. ده جميل قوي قوي في الشتاء، بيدفي حلو لذيذ، هيعجبكم جدا. اهو بصوا جميل، دايما بنطلبه واحنا بره، فتعالوا بقى احنا نعمله في البيت بطعمه الجميل. زي ما اتفقنا اللي عايز يزود العسل هيزوده حسب ايه الرغبة. اهو كده، وهحط في كل واحد عود من القرفة وايه نجمة اليانسون الجميلة كشكل جمالي.
جميل جدا جدا. تعالوا بقى نشوف كده عملنا ايه النهارده مع بعض. عملنا مع بعض وصفتين حلوين جدا. تعالوا نشوف ايه هي. اول وصفه معايا كانت النودلز او المكرونه السباجيتي، عملناها بالخضروات جميله جدا مع زيت الزيتون. وتاني وصفه معايا كانت المشروب الجميل الدافي القرفه بالتفاح. اتمنى يكونوا وصفتين حلوين سهلين سرعة وعجبوكم. جربوهم وابعتولي دايما على صفحة البرنامج عمايل ايديا على الفيسبوك وسي بي سي سفرة على انستجرام، واستنوني ان شاء الله في حلقة جديدة من عمايل ايديا.